ولا زلنا مع انتشار وباء كورونا حول العالم، والآن سنسلط الضوء أكثر على ما يعانيه الأمريكيون بصفة عامة بعد ارتفاع عدد المصابين هناك واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية للمرتبة الأولى في ذلك. سنتعرف في هذه الفقرة على أهمية العمل التطوعي تحديدا والخيري، والذي على جميع المؤسسات الأهلية والمدنية في الولايات المتحدة أن تقوم به وتشجع جميع من يملك القدرة على مساعدة غيرهم ومساعدة الطواقم الطبية في بلادهم. سنناقش كل ذلك بالتفصيل مع ضيفنا المتخصص في العمل التطوعي والجمعوي الدكتور شادي ظاظة، مدير جمعية الرحمة الخيرية، ينضم لنا من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يعني بداية أستاذ شادي، لو تصف لنا الوضع بشكل عام في مدينتكم والمناطق المحيطة بها. حقيقة الوضع في أمريكا بشكل عام هناك تخوف كبير من انتشار هذه العدوى. الأرقام تكون بمتتالية انتشارية ليست متتالية حسابية. الآن أمريكا تصدرت قائمة الدول من حيث عدد المصابين وانتشار الفيروس. طبعا هناك انا في ولايه ميشيغان، مدينه ديترويت، تقريبا منع لاي نشاط غير اساسي وغير ضروري في حياتنا اليوميه. فقط مسموح للفرد ان يخرج بحاجات ضروريه جدا جدا. تمنع التجمعات بشكل كبير. وهذه الارقام الذي نراها اليوم هي أرقام سابقة لأربعة أيام، لأنه الفحص يحتاج، والتأكيد هذه الأرقام تحتاج تأخذ حسب قول المختصين في المخابر أربعة أيام. فتقريبا كل أربعة أيام نأخذ أرقام الأربعة أيام السابقة. فلهذا نحن نلاحظ في أمريكا في آخر ثلاثة أيام تصاعدت الأرقام بشكل كبير وتخطت 200 ألف حالة وتخطى عدد الموت 5000 فرد. في هذه الأوقات يعني هناك حالة ترصد وتغطب كثير من الناس، ولا يخفى عن الجميع يعني هذا الأثر الكبير الذي شكلته هذه الأزمة على الناحية الاقتصادية والناحية المعيشية في حياة الناس. الأمريكان والمجتمع الأمريكي لم يسبق دخل في مثل هذه الأزمة في حياته. نعم. وهناك عتب كبير من الشعب الأمريكي على الحكومة للتأخر بأخذ الإجراءات الضرورية الاحترازية التي كادت أن تساهم في تخفيف من انتشار فيروس كورونا. نعم. طب أستاذ شادي، السؤال الذي يطرح نفسه فعليا، هل احتاجت الطواقم الطبية والجهات الرسمية الطبية في الولايات المتحدة المساعدات من الجمعيات الخيرية والتطوعية حتى هذه اللحظة؟ طبعا المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز العلاج في أمريكا يعني أثبتت في الفترة الأخيرة أنها غير مؤهلة لاستقبال وباء، وما نعانيه وباء، يعني هي مؤهلة لمعالجة العدد من المرضى في حالات عادية جدا من حيث العمليات الجراحية أو العلاجات الأخرى. لكن الآن المستشفيات في الولايات التي انتشرت فيها المرض تعاني ازدحام شديد واكتظاظ وعدم استيعاب هذه الأعداد الكبيرة الهائلة، وهذا شكل عبئا كبيرا على الطاقم الطبي في القطاع الصحي. بدأت الآن استغاثات تتوجه كل من يملك المواد الطبية اللازمة، الكمامات، مواد التعقيم، الحاجات الأساسية، أن يتبرع فيها إلى المستشفيات وإلى المراكز الصحية حتى يستطيع الطاقم الطبي أن يقوم بدوره على أمثل وجه للتخفيف من معاناة هؤلاء الناس الذين يعانون من هذا المرض.
نعم، طيب في حال أنه تم التقدم بطلب المساعدة للجمعيات الخيرية والتطوعية، برأيك ما هي أشكال المساعدة التي يمكن تقديمها من قبل الجمعيات للجهات الرسمية؟ أكثر شيء الآن مفقود في المستشفيات وفي مراكز المعالجة هو موضوع الكمامات. يعني الكمامة الآن أصبحت قطعة نادرة جداً، فهم يطلبون من جميع الفعاليات الذين يستطيعون المساهمة والمساعدة بتقديم هذه التبرعات، سواء على صعيد شعبي أو من التجار أو المراكز الذين يملكون هذه المواد أن يقدموها لهم. حتى الآن يعني هناك استجابة طيبة من بعض الناس، لكن هناك تخوف أن تقدم هذه المواد ثم يفقدها أصحابها. يعني كل الآن متوجس من الإقدام على التفريط بما لديه. لا يعني كم ستستمر هذه الأزمة؟ هناك توقعات لشهرين. نحن هنا في أمريكا أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ، والولايات التي انتشر فيها المرض أنها ستكون مغلقة حتى نهاية شهر أبريل. يعني هناك 29 يوم من الآن أو 28 يوم، وقابلة للتفكيك، وبعض الخبراء يصفون الوضع سيكون أخطر. نعم. وسيمدد أرقام أكبر وممكن أن تمتد إلى أكثر من هذا. نعم، طيب برأيك أيضا بالنسبة يعني بعيدا عن الجمعيات، بالنسبة للأشخاص والأفراد، كيف يمكن إقناعهم بالمساهمة المباشرة أو غير المباشرة في يعني في هذه الحالة للحد من حالة انتشار الفيروس حاليا؟ والله الوعي ثم الوعي ثم الوعي، يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. موضوع التواجد في تجمع أكثر من 10 أشخاص هذا يعرض الإنسان لإصابة الآن باحتمالية أكثر من 60%. فالإنسان يبتعد عن أي تجمع، يحاول أن يحافظ على مسافة الأمان بين الشخص والآخر، أن يتجنب لمس أي شيء في خارج البيت قد تنقل له العدوى. الأمر جد جداً وخطير جداً ويحتاج إلى وعي كبير وحرص من أجل أن لا ينقل الإنسان العدوى بنفسه وأهل بيته. فالوقاية هي الحل الأساسي الآن، والناس بقدر الوعي الذي يحملوه بقدر ما يكونوا يعني يزيدوا في احتمالية سلامتهم. نعم. طيب دعنا نتحدث عن جمعية رحمة تحديدا، ما قامت به حتى الآن من خطوات وإجراءات للمساهمة في بشكل إيجابي في هذه الأزمة؟ رحمة حول العالم تلعب دور الوسيط بين الجهات الرسمية التي تريد المساعدة والناس. إنشأنا صفحة نداء عاجل لمن يملك أي أدوات طبية، لمن يملك أي خبرة يستطيع المساعدة، لمن يحب أن يتطوع في تقديم أي خدمة للمشافي، لمراكز المعالجة، لمراكز مأوى العجزة ورعاية المسنين. هذه نقاط الضعف التي تحتاج إلى عناية. استوردنا كمية من الكمامات تتوزع غدا على العاملين في القطاع الصحي. أيضا نحاول تقديم وجبات جاهزة للقطاع الطبي العاملين على الخط الأول في معالجة هذا الوقت، ونقدم بعض الخدمات لعائلاتهم. بعض العجزة والمسنين أنشأنا خط ساخن من أجل من أراد أن يعني بحاجة ضرورية إلى دواء أو لإيصال غذاء، أو أنهم نرسل له بعض المتطوعين من عندنا أجل أن يلبي هذه الحاجة ويساعد في هذا الوقت. نتواصل مع كل الجهات المسؤولة ونسخر المتطوعين والراغبين في المساهمة
والمشاركة في هذا الوقت. بالنهاية الناس تحتاج بعضها، وإن لم تساعد بعضها بعضا سيكون الوضع أخطر علينا وستتفاقم الأزمة ولن نستطيع أن نحد من المعاناة. نحاول أن ننشر الوعي بين الناس بعدم احتكار الحاجات الأساسية وأخذ ما يكفيهم فقط، وعدم المبالغة في الاستزادة الشراء، لأن هذا سيكون له يعني مؤثر على الناس الذين لا يستطيعون تأمين حاجياتهم الأساسية والضرورية. نعم أستاذ شادي ضاضة، مدير مؤسسة رحمة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والنصائح.